في فقرة قراءات وفي سياق الوضع المتدهور لنساء أفغانستان، نطالع مقال رأي في صحيفة The Guardian البريطانية دوما بعنوان الفتيات اللواتي علمتهن في كابول كنا مستقبل أفغانستان ولكن سلبت طالبان ذلك. هذا المقال هو للمعلمة الأفغانية تشيكيبا، وهو اسم مستعار استخدم لحماية سلامتها. الكاتبة تعرف نفسها على أنها مدرسة وامرأة تعيش في كابول. قبل 8 أشهر كانت موظفة في مدينة المعرفة أو ما يعرف بالـ City of Knowledge، وهو مركز تعليمي يساعد النساء على الالتحاق بالجامعة وممارسة المهن التي يخترنها. من خلال عملها شاهدت كاتبة المقال طموح وأمل كثيرات من النساء في بلدها. كنا منذ عودة طالبان لكن عفوا منذ عودة طالبان تغيرت حياة هؤلاء النساء بشكل جذري. أصبحنا أجساد بلا أرواح على حد تعبير الكاتبة. تحطمت أحلامهن والمعرفة التي كان بإمكانهن تحصيلها. صاحبة المقال رأت في الأشهر القليلة الماضية التراجع السريع لبلدها إلى العصور الوسطى. في السابق كانت النساء والفتيات ما زلن يخطين خطوات صغيرة نحو مستقبل أفضل. أما الآن أصبح مجرد الذهاب إلى المدرسة حلما بعيد المنال لمئات الآلاف منهن. طبعا حياة هؤلاء النساء والفتيات كانت بعيدة كل البعد عن الكمال قبل عودة طالبان إلى السلطة. كل يوم يخاطر طلاب هذه الأستاذة الصغار بحياتهم للوصول إلى المدارس ومراكز التعليم والتي كانت أهدافا في الحرب. لكن في اللحظة التي دخلت فيها الفتيات المدرسة ازدهرت أملهن على الرغم من الهجمات الدموية في الخارج والوضع الاقتصادي والأمني المتردي، حتى دخلت أفغانستان في حفرة مظلمة من الجهل والإرهاب والوحشية. أفغانستان اليوم بعيدة كل البعد عن الحرية بحسب الكاتبة، التي ترى أن مسؤولية المساعدة في الضغط من أجل تغيير أو التغيير في بلدها تقع على عاتق أولئك الموجودين بالخارج الذين لديهم الحرية وأيضا الوسائل لرفع أصواتهم ولديهم التزام أخلاقي لقبول المزيد من اللاجئين من أفغانستان ودول أخرى، وتدعوهم لزيادة المساعدة للمنظمات التي تعمل من أجل تمكين وحماية النساء في أكثر الأماكن خطورة في العالم.